بلغة الوثائق والأرقام، كشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية عن وجود تلاعب وفساد كبير في تعيينات تربية الديوانية من خلال توزيع هذه الدرجات على أبناء مسؤولين وأعضاء في مجلس المحافظة وأبناء مدراء أقسام وشخصيات سياسية متنفذة وشيوخ عشائر عن طريق المحسوبية دون مراعاة لشروط التعيين. المجموع الكلي 1400 تقريبا 1420 أو 21 درجة وظيفية، واللي معلن عنها 856 درجة وظيفية، معناها عندنا فرق بحدود الـ 600 درجة وظيفية. اللجنة الفرعية بأعضائها كاملين أسماء إخوانهم وأولادهم موجودين في التعيينات، وأسماء أولاد وأخوان أعضاء مجلس محافظة، وأسماء وأولاد أخواننا للأسف قسم منهم من الناشطين المدنيين وقسم من الشيوخ العشائر، أغلبهم للأسف يعني للأسف أنه حتى من أخواننا في هيئة النزاهة بالديوانية، حتى من أخواننا برئاسة الاستئناف الديوانية، حتى من أخواننا أعضاء مجلس محافظة، من رجال الأعمال بالديوانية، المقاولين. هذه مؤامرة كبيرة على الفقراء والمستضعفين. كادر الحرة ومجموعة من الصحفيين، ورغم محاولاتهم الكثيرة بالحصول على رد على هذه الاتهامات، إلا أن مدير التربية رفض التصريح، كذلك محافظ الديوانية الذي قام بغلق هاتفه النقال وترك الصحفيين في باب المحافظة. أعضاء في مجلس محافظة الديوانية انتقدوا تنصل المعنيين من مواجهة الرأي العام، وتحدثوا بصراحة عن وجود فساد في تعيينات التربية بعد أن قام أبناء المتنفذين بالاستحواذ على درجات وظيفية مخصصة للفقراء. إذا كان السيد المحافظ هو يعلم بأن هذه الدرجات هي ضمن الضوابط بغض النظر عن من استلم هذه التعيينات ولمن أعطيت هذه التعيينات، سواء كانت للمسؤولين أو للناشطين أو حتى للموظفين المتنفذين في الحكومة في النزاهة وفي الرقابة المالية، والأسماء موجودة واضحة أمام الملأ، على السيد المحافظ أن يكون لديه مؤتمر صحفي يوضح للإعلام ما هي الآلية القانونية باتباع هذه الدرجات الوظيفية. وفي الوقت الذي استحوذ فيه أبناء المسؤولين والمقربين منهم على درجات وظيفية مخصصة للفقراء من الحرفيين وعمال الخدمة، فإن الحرة وثقت شهادات بعض من سلب منهم حق التعيين كعمال خدمة. أنا جبت اسمي بعيني، ثاني يوم يقولوا لي لا ما طلع اسمك، ما أنت ما معين، عينه وغيري باعوا. سويت معاملة قال عم أنت وين؟ ولا جاء أمر إداري، أنت عندك 10-12 مليون تتعين، ما عندك روح قد وسكت. في ظل الحديث عن وجود هذا الكم الهائل من الفساد وتورط مسؤولين وأحزاب سياسية في ملف التعيينات، ينتقد مراقبون غياب الأجهزة الرقابية وإماطة اللثام عن هذا الملف وبقية ملفات الفساد. ميثم الشباني، الحرة، من الديوانية.